السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروحة سقف معانا ايه قفشة. لما يكون عندك العمود قافش كده تعرف ان المروحة محتاجة تغيير بلي. هنفك الاطراف بتاعة الماتور مع سلك الكهرباء، بمعنى نفك جميع الاطراف المتوصلة في بعضها عشان تبقى كل سلوك حرة معانا. ده مسمار بقى اللي رابط العمود في الماتور، هنفكه بعد ما نفك التيلة. طلع المسمار معانا. اي بقى مسامير رابطة في عمود الماتور بنفكها. دي جلدة عازل تحتفظ بيها ضروري. شوف هنا بنقطع جميع اللحامات عشان السلوك تبقى حرة معانا. اطراف الماتور ظهرت قدامنا حرة ايه. نبتدي نقيس بقى. قبل ما نفتح نقيس الملف على السيريا، لمبة السيريا، اتأكدنا ان الملفات سليمة ومفيش اي مشكلة. ليه؟ لو فيها مشكلة مفيش داعي نفتح، هنفتح ونتعب نفسنا على الفاضي. اهم حاجة نطمئن على الملفات بتاعة الماتور بتاع المروحة. اتأكدنا كده ان هي تمام. نبتدي بقى نفك تلات مسامير في النص على السريع. وتلات مسامير في الجناب اللي شايلين الكفر. كده طلع الماتور معانا. نبتدي ننظف التراب. ليه؟ بقالها سنين شغالة. في تلات مسامير بقى ماسكين هنا الوشين بتوع الماتور، يتفكوا على السريع. مكان كل ريشة في مسمارين بيربطوا الريشة بتاعت المروحة. هنختار اي ثقب من الاتنين بتوع الريش. لو اخترنا الثقب الاولاني هننقل على الريشة التانية وناخد الثقب الاولاني، وبرضو التالتة الثقب الاولاني. ونبتدي نربط المسامير. مسمار 10 يكون طوله 5 سنتي. نبتدي نربط. ربطنا هنا سنتي، المسمار الثاني نربط سنتي، ونستمر على الموضوع ده لغاية ما الطبق بتاع الماتور او وش الماتور يطلع معانا. كده زنق وطلع معانا. قدامنا بقى الوش الثاني، هنيجي نطلعه. شوف هنا عندك البلي عامل ازاي. شوف طريقة طلوع او اخراج الوش او الطبق الثاني بتاع الماتور. لازم نحط ورنيش على الملفات او المخدات بتاعة الملف، نسقيه ورنيش على اساس ان انت ممكن تيجي تدق تطلع وش الماتور تتهز الملفات دي او المخدات، تلاقي العوازل البيضة دي اتقشرت. كده باظ الماتور او الملف باظ. شوف احنا هندق، فعشان كده بنحط ورنيش عشان يمسك المخدات ما يخليهاش تتهز. هندق. طلع معانا الطبق وضمننا ان المخدات شاربه ورنيش وعمرها ما هتتهز ولا العوازل تتقشر او تتكسر. هنكمل بقى هنا زياده ورنيش في الوش التاني بتاع الماتور. بنعمل كده ليه بقى؟ بص حضرتك، في ورنيش هنا نزل على الستوتر، بنحاول نمسحه عشان لو نشف هيعوق حركة الماتور وهو شغال. بصباعك او تجيب حتة قماشة وتبتدي تمسح الورنيش اللي نزل على الستوتر من الجناب. مسحنا كويس. شوف هنا الورنيش ده يمسك في الستوتر يعوق حركة الماتور وهو بيلف. اي ماتور عندك هتلاقي فيه
اللحام بالطريقة دي ده اسمه قرنديل، تعرف ان الملف ده ألمونيا، فعشان كده بنحط ورنيش عشان نطمئن ان الملف شرب والورنيش يحافظ على المخدات دي وما يخليهاش تتهز معانا. الملف ده ألمونيا يا جماعة مش نحاس، هو احمر قدامك اهو بشكل النحاس انما هو ألمونيا، عشان في ناس تفتكر ان هو نحاس وسلكه ضعيف جدا. هنبتدي بقى نجيب الزرجينه ونطلع البليه. طبعا لازم تحط ورده على العمود عشان الزرجينه ما تخشش وتقطع السلك اللي جوه العمود. بالراحه كده وتحاول تسايسها. شوف الملف كان بيلف معانا، فعايزين نمسكه عشان مهما يلف عمر ما البليه تطلع. فبتزنقه برجلك او تمسكه باي شيء لغايه ما البليه تطلع. اهم حاجه ان الملف ما يلفش معاك وانت بتلف الزرجينه. طلعنا البليه، هنجيب بقى المسمار اللي ماسك العمود وهنحطه من ورا عشان تركز عليه الزرجينه. لو ما حطيناش المسمار ده والزرجينه دخلت جوه الماسوره، لا مؤاخذه هتفشخها وتكبر القطر بتاعها عمر البليه ما تطلع. طلعت البلية اللي وراها، هنجيب بليتين جداد. في انواع من البلي، في صيني، في كوري، في ياباني، حسب امكانياتك. دي البلية ايه وبلية ورا. اهم حاجة بقى لما نيجي ندق على البلية، شوف هنا الماسورة القطر بتاعها مدور، القطر ده اكبر من الظرف بتاع البلية. طب ما عنديش ماسورة ادية، بدق على الماسورة اطبقها شوية بحيث ان تركز على، بص هنا ركزت ايه على الظرف، اهم حاجة تركز على الظرف ده، انما لو هي اكبر هتبوظ البلي اللي جوه، عشان في كتير بيغير البل ويرجع يقول لك ايه عامل صوت او تقيلة، عشان هو جاب ماسورة اكبر من الظرف وجيه يدق على البلية دق على البلي اللي جوه. طبق القميص اللي جوه البلية، تتقل معاك البليه. شوف هنا لما طبقنا الماسوره هتركز على الظرف بس، حطيناها على الارض عشان الترابيزه هتعمل لبه معانا وتضايقنا في الدق. يجي على الارض صلبه وتبتدي تدق تشحط البلي. بليتين شحطوا، بس يا ريت تاخد بالك بقى ان الورنيش لسه ما نشفش، فلو انت قفلت المروحه يا ريت ما تشغلهاش على طول. شوف هنا الورنيش لسه طري، فتاخد بالك من الحته دي وما تشغلش المروحه على طول، عشان الورنيش ده مع اللف هينطر ويلزق مع البلي، فتسيبها لغايه ما الورنيش ينشف. هنا بقى البلي الجديد اهو قدامنا، فاحنا هنأكد شويه ونحط شويه شحم، نزود شحم على البليه زياده تأكيد، نقطتين تلاتة كده يعني، مش شرط تحط. في ناس بيحطوا شحم كتير وده غلط، ساعات بينطر وينزل على الملفات او المخدات دي يعمل مشكلة، فهي يا دوبك بصباعك كده او ببوز مفك برضه. زيادة تأكيد بنحط لحسة شحم كده على الطبق قبل ما نحط الملف، وبرضه في الطبق التاني أو وش الماتور التاني، ونبتدي نقفل. تاخد بالك بقى مسامير الرباط اللي هي هتربط الثلاث مسامير بتوع الوشين. هنا المسمار الثقب بتاع المسمار مش مقابس، فتجيب اي مسمار وتدق بالطريقه دي لغايه ما يظبط معاك مكان الثقب بتاع المسمار اللي هتربطه. ربطنا الثلاث مسامير، ما
ما تنساش تعمل اشتراك لو عجبك الفيديو والشرح بتاعنا، تتأكد ان العمود اصبح خفيف. طب فيه تقيل شوية، نبتدي ندي دقيقتين تلاتة على الجناب ونكمل ربط. هنطلع بقى هنا التلات اطراف بتوع الماتور ونبتدي نطمئن بعد الدق دوت حصل حاجة في الملف ولا لا. شوف هنا لمبة السيريا نورت، يبقى الملف ده سليم. خد بالك بقى السلك بتاع السيريا ثابت على فرد واحد. عليكم السلام. بنقيس بيه الطرفين، يعني بص اهو هنا الملف ده سليم اهو. هنحرك بس فرد من السيريا ونسيب التاني ثابت، ملف سليم. الاتنين دول بقى بيشرزوا اهم، شوف بس لمبة السيريا ما بتقيتش، بيشرزوا بس. دول اللي هيركب فيهم الكوندنسر، والملف الثابت ده اللي هو الاولاني ده اللي هيركب فيه فرد الكهرباء. هنا هنركب الكوندنسر في الفردين اللي شرزوا بس، يعني لمبة السيريا ما قعدتش. ربطنا المكثف ونبتدي نشوف الحركة معانا. دي حركة شمال اهي، هننقل على فرد التاني حركة يمين. الشغل بتاعنا مظبوط كده. نبدأ بقى نجمع الأجزاء اللي اتفكت. ثلاث مسامير في النص هربطه مع الماتور، وثلاث مسامير من الجناب يربطه مع الكفر من تحت. نيجي بقى للكوندنسر او المكثف. هنجيب حتة سلك قيمة 10 سنتي. طيب ما عنديش مكوة لحام، هعمل ايه؟ هقول لك الحل. بالبنسة، بطرف البنسة وتتني راس الترميلة دي على السلك بحيث تمسك فيه. دي في حالة لو ما عنديش مكوة لحام. هنربطهم بقى في الفردين بتوع التشغيل والتقويم. قلنا الفرد الأخير ده اللي هيتوصل في الكهرباء. هنغطي بقى المكثف حماية برضو عشان ما يلمس في جسم الماتور. هنحط الجلدة دي عشان تبقى عازل مع احتكاك الماسورة، وتقدر تربط المسمار عليها تمسك كويس. هنجيب بقى فردين الكهرباء اللي نازلين جوه الماسورة، هنربط واحد في الطرف اللي هو المشترك اللي كان السيريا بتنور معاه. دول فردين الكوندنسر اهو او المكثف. هنربط فرد الكهرباء التاني مع فرد اللي طالع من المكثف، وهنجرب على السيريا هنشوف اتجاه اللف هيبقى عدل. لو مش عدل هنغير الفرد بتاع الكهرباء في المكثف التاني. بص هنا هو لف عكس عشان الماتور على الترابيزه. لما نرفع الماتور الاتجاه يبقى مظبوط، يعني والماتور قاعد على الترابيزه هيديك لف عكسي. هنحط بقى تيله في المسمار. دي بقى حمايه، سلك واير حمايه، ان الله لا يقدر المروحه ممكن يحصل فيها عيب او مشكله وتقع. في ناس كتير بيرموا الواير دوت، ده ساعات المسمار بيتآكل مع الاحتكاك والمروحة تقع. فهنا سلك الأمان دوت صلب، ده بيمسك الماتور
وما يخليش المروحة تقع. ربطنا بقى المكثف، هنشوف بقى الاتجاه مظبوط ولا لا. الاتجاه كده مظبوط. شكرا، سلام عليكم.